في اليوم العالمي للمرأة تنضم بورصة الكويت إلى أكثر من 100 بورصة حول العالم لقرع الجرس تمكيناً لها وإدراكاً منا بأهمية الاستثمار في تطورها المهني. أنا ممتنة لزميلاتي وفخورة بإنجازاتهم في البورصة بشكل خاص وفي القطاع المالي بشكل عام. انطلاقاً بإيماننا لما تثريه المرأة في مجال العمل، نحن ثابتين على السعي لمساواتها من خلال إنصافها. فالإنصاف هو الاعتراف بأن المرأة العاملة لها ظروف مختلفة ويستوجب علينا أن نتعامل بمهنية لإيجاد فرص متساوية، وهذا ما نحتاجه لنحقق نتائج شاملة ومستدامة. نحتفي بالمرأة في يومها العالمي وندرك بأن آرائها وإسهاماتها المختلفة ستساعدنا في اتخاذ قرارات أكثر شمولاً وبناء مستقبل أكثر استدامة، وهذا يشكل مبدأنا في بورصة الكويت بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المستقبل.